مشاهدينا مشاهدي مصر التعليميه في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقه جديده من تبسيط العلوم. النهارده لقائنا هيكون لاول مره النهارده باذن الله ماده الكيمياء لغات للصف الثاني ثانوي. معانا ومع حضراتكم استاذ محمد حامد، معلم خبير كيمياء بوزاره التربيه والتعليم، وهنبدا مع شابتر 1. شابتر 1 بيتكلم عن الاتوميك ستراكشر، وهنعرف تفاصيل الشابتر وبدايات الشابتر باذن الله مع مستر محمد. بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا وطالباتنا باذن الله في الصف الثاني الثانوي، ومستر محمد ان شاء الله هيكون معانا خلال السنه دي ونتابع منهج الكيمياء، وربنا يوفق كل طلابنا. مستر محمد برحب بحضرتك يا معانا، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. وهنسيب حضرتك دلوقتي مع شابتر 1 الاتوميك ستراكشر، وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله لحضرتك ولكل طلابنا باذن الله. ان شاء الله فعلا. شكرا جدا. أعزائي الطلاب، إن شاء الله في الترم ده عندنا تو تشابترز هنتكلم فيهم. عندك الفيرست تشابترز بيتكلم عن الأتوميك ستراكشر، سكند تشابترز بيتكلم معانا عن المودرن بيريودك تيبل. طيب بالنسبة للفيرست تشابتر اللي هو الأتوميك ستراكشر، نترجمها كده بالراحة مع بعض. أتوميك ستراكشر، أتوميك معناها ذري، ستراكشر يعني تركيب، يعني تركيب الذرة. إيه الأتوميك ستراكشر ده؟ انت في مرحله الاعدادي كان اداك الاستراكشر اوف اتوم. ايه الاستراكشر اوف اتوم؟ زي ما كنا بنتكلم كان بيقول ان في نيوكليوس، وجوه النيوكليوس فيها بروتونز، انسايد نيوكليوس عندك نيوترونز، في عندك انرجي ليفلز كان العدد بتاعها حوالي 7 انرجي ليفلز، كانت كي ال ام ان او بي كيو، وكان معانا كمان الانسايد ذيس انرجي ليفلز وي هاف الكترونز rotate around the nucleus. الكلام ده انت خدته في اعدادي. ايه structure of atom؟ طيب في الشابتر ده هيبدا يستعرض معانا هم توصلوا للستراكشر ده ازاي. بمعنى مين العالم اللي قال ان في نيوكليوس، اكتشفوها ازاي؟ طب عدد الانرجي ليفلز اللي احنا بنتكلم فيها 7 ليه مش 6 ليه مش 8؟ الالكترونز مين اللي اكتشفها؟ طيب النيوترونز، النيوكليوس بتاعتك have the mass of the atom or not؟ كل ده هو موضوع الشابتر بتاعنا اللي هنتكلم فيه. بمعنى انا هديك تسلسل تاريخي بالظبط، او الشابتر عامه بيتكلم عن التسلسل التاريخي للملخص اللي انت خدته في اعدادي. يعني هنبدا من اول الجريك فيلسوفرز لما فكروا في الاستراكشر اوف ماتر، مش في الاتوم بقى، استراكشر اوف ماتر، لغايه ما هنوصل للمودرن ثيوري اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي وشرودنجرز وغيره. طيب بدايه الجريك فيلسوفرز قالوا ايه؟ الجريك فيلسوفرز اتكلموا عن المطر بصفه عامه. طب نرجع شويه لورا كده للابتدائي، في رابعه ابتدائي انت اداك الديفينيشن اوف ماتر، everything has mass and volume، اي حاجه ليها ماس فوليوم this is considered as matter. طيب دلوقتي الجريك فيلسوفرز فكروا في المطر دي يعني ايه؟ يعني مثلا البني ادم مطر، مطر. طب الجبل مطر، مطر. القالب الطوب بالنسبه لنا مطر. يبقى اي حاجه عندها ماس اند فوليوم considered as matter. الجريك فيلسوفرز كانوا من اول الناس اللي بداوا في عمليه التفكير في تركيب المطر ده، ايه الاستراكشر بتاعه ايه من جوه. كان بيتزعمهم فيلسوف اسمه ديموقراطس، وقال ايه؟ قال لو انت جبت مثلا قالب الطوب قعد نكسر فيه، كل ما بتكسر بتحصل على مولوكيولز اصغر. طب تعمل بريكنج كمان، تكسر تكسر هتفضل مديك اصغر فاصغر. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل ديفيجن للماتر بتاعك، بتقسمها بتكسرها. طب هي قبل كده الانقسام؟ طبعا كان بي ديفايدد تو سمول بارتس. ماشي، طب ما انت في الاخر هتوصل كده البارت، البارت دوت مهما حاولت تقسمه مش هينفع يتقسم، خلاص كده انت وصلت لاصغر حاجه موجوده عندي. اوكي، البارت ده باللغه اللاتينيه القديمه بالنسبه لي بيقولوا عليه ان ديفايدبل. قيمه اتوم في الاساس اغريقيه. امتى؟ The part of matter can't be divided. يعني ملخص اللي قاله الفلاسفه الاغريق بالنسبه لي ايه؟ matter can be divided until we reach to small part can't be divided او undividable باللغه اللاتينيه القديمه atom. طيب ده كان بدايه الفكر. بعد نهايه الفكر ده كان في فيلسوف من ضمنهم اللي هو ارسطو رفض فكره الماتر دي تماما.
ولا لا؟ مش يعني ايه الماده بتتجزأ وكل مولوكيولز صغير وحاجات صغنونه وكل، لا لا الكلام ده مش حقيقي. فكان الفكر الفلسفي عشان نبقى عاملين حسابنا كان مسيطر على العالم في المرحله دي، بمعنى الفلاسفه كان ليهم اراء والناس كانوا بيتتبعوهم حتى لو قالوا لهم ارموا نفسكم في البحر. فقال ايه؟ قال لك لا، ان each matter in the world consists of four components، اربع مكونات. اربع مكونات بنلخصهم في كلمه فدوى، اف دي دبليو اي، اف ابريفيشن تو فاير، دي داست، دبليو ووتر، اي اير. يعني اي ماده ربنا خلقها في الدنيا مكونه من الفور كومبوننتس دول. فكره اشمعنى الفور كومبوننتس دول اللي اتكلم عنهم ارسطوطل على ايامهم؟ كانوا بيعتبروا الاربعه دول هم عناصر الحياه على سطح الارض. اوكي، طيب بالفكر الفلسفي ده امن الناس بيه ان فعلا الماتر مكونه من الاربع اشياء دول. بس في سؤال، الايرن ماله؟ الحديد. طب والجولد والرابت ارنب بالنسبه لنا ايه؟ بالنسبه للفكر بتاعنا ماتر. طب هل مكونين من الفور كومبوننتس يا ارسطوطل؟ قال لك اه مكونين. طب الايرن والجولد مختلفين ليه؟ ما دام من نفس المكونات المفروض يديني نفس الصفات. فقال لك لا، the difference between them is ratio. It means بمعنى الجولد لو هنتكلم عنه 40% مثلا فاير على 30% داست على 15% و15% بقيه الاثنين اللي هي الووتر والاير. طيب ده الجولد. طب وبالنسبه للاير؟ قال لك لا، ممكن يبقى 50%. يعني اتكلم في عمليه ريشوز. طب بالنسبه للرابت ده كائن حي ماتر مكون من الاربعه؟ قال لك اه طبعا مكون من الاربعه. وهنا بقى بنأسسك في حاجه جميله جدا تخلي بالك منها. الاوريجين اوف ماتر on the earth two. في عندك حاجة اسمها biological origin وحاجة اسمها mineral origin. يعني ايه؟ في matter مواد ذات اصل حيوي، اصل حيوي زي الكائنات الحية كلها اللي هي living organisms. living organisms البيلدنج يونتس بتاعتها ايه؟ cells. اوكي، طب وبالنسبة لل other things؟ لا، البيلدنج يونتس بتاعتها هي الاتومز، عشان بس ما نخلطش ما بين الاثنين. بس ايام ارسطو الكلام ده ما كانش موجود. اوكي خلاص، الناس امنوا بيه. قال لك ما دام بقى الديفرنس في الريشيو، لو انا قدرت العب في الريشوز وغيرها ممكن احول اني ماتر تو ذا اذر. وبالفعل قال لك خلاص، اسمن حاجه موجوده واكسبنسيف ميتالز موجود مين؟ كان الجولد. طب انا احول الاير للجولد ان انا اعمل تغيير في الريشوز اللي موجوده، البرسنتج بتاعت كل حاجه اغيرها لغايه ما اصل للريشيو بتاعت الجولد. الكلام ده سيطر على العالم ما يقرب من حوالي 2000 سنة. طب بعد ال 2000 سنة طبعا ما حصلش حاجة نهائي، ما فيش تحول من الايرن للجولد او الجولد للايرن او الرابت نفسه تحول حتى. ليه؟ لان الفكر اصلا خاطئ. فكر فلسفي قايم على الاراء. في العلم احنا بنتكلم دايما على الاكسبيرمنتال ايدياز. يعني ايه؟ انت بتتكلم على افكار تجريبية بناء على اكسبيرمنت بتعملها في اللاب، طلعت لك ريزلت، بتمشي على ستيبس، اوبزرفيشن، كونكلوجن. اوكي، يبقى في اجراءات بتشتغل عليها، ده الفكر العلمي. فبالتالي بعد 2000 سنه من ارسطوطل ضيعهم على البشريه كلها، جه عالم اشتغل على اسس تجريبيه. يعني بدا يدرس ويفهم، رفض طبعا فكره ارسطوطل تماما. العالم ده اسمه بويل، ورجع وقال لا، مفيش حاجه اسمها الفور كومبوننتس اللي قال عليهم. امال في ايه؟ قال لك لا، الاتش ماتر كونسيستس اوف سيميلر اتومز. يعني هو كده رجع لديموكريتس تاني، للفلاسفه الاغريق الاوائل، انه فعلا بيتفق معاهم ان الماتر مكونه من اتومز، والاتومز بالنسبه له قال لك لا سيميلر. يعني ايه سيميلر؟ هو العالم اولا كان اسمه بويل، قال ان لو انا مسكت الجولد ومسكت الايرن ومسكت الكبر، دي مختلفين عن بعض. طب مختلفين ليه؟ لو انا درست الاتومز بتاعت الجولد اللي هي البيلدنج يونتس بتاعتها، هلاقيها بالنسبه لي مكونه من اشكال معينه.
لو مسكت الايرن بتاعت الاتوم سوري بتاعت الايرن هلقاها بشكل تاني خالص، هلقاها مختلفه تماما عن الجولد. ومن هنا بدا يدرس الماترز اللي موجوده. الماترز عشان نبقى عارفين كويس يا اولاد بتتواجد في اكتر من صوره. الصوره الاولى واللي اتكلم عنها بويل وهي صوره الاليمنت. يعني ايه اليمنت؟ عنصر. يعني ايه؟ كديفينيشن بيقول بيور سمبل سبستانس contain one type of atoms can't be analyzed. ده الديفينيشن. طب تعالى نحلله كده مع بعض واحده واحده. بيور يعني ايه؟ نقي. سمبل بسيط. سبستانس يبقى ماده نقيه بسيطه. ايه المقصود بالجمله دي؟ بتفسرها لك الحته اللي وراها في الديفينيشن انها contain one type of atom، يعني من نوع واحد. ما ينفعش تطلع من التايب ده تحوله لتايب تاني، وبالتالي يديك إليمنت بخواص معينة ما يتفقش معاها إليمنت آخر. ده فكر بويل. أوكي؟ يبقى هنا بويل first scientist which gave a definition of elements. والإليمنت pure simple substance عرفنا أنها مادة نقية one type of atoms can't be analyzed، معناه أنك ما ينفعش تاخد تحول الأيرن للجولد، الجولد للأيرن. وكده بينهي الفكر الفلسفي تماما بتاعة أرسطوطل. دي اول فورم بنلاقي المطر فيها اللي هي صوره الاليمنتس. طب الصوره الثانيه اللي بتتواجد فيها المطر ايه؟ بتتواجد في الميكستشر، مخاليط. انك تخلط مادتين عن بعض، تحط سكر على ملح، السلطه في البيت، كل دي بنعتبرها ايه؟ ميكستشر. طب في بينهم كيميكال كومباينيشن بتظهر لك خواص جديده؟ لا طبعا. انا دلوقتي لو جيت ادوق السكر والملح هحس بطعم كل واحد فيهم، يعني كل واحد مال محتفظ بالبروبرتيز بتاعته. اوكي؟ طب دي صوره اسمها صوره الميكستشر. طب هي ليها ماس وفوليوم؟ طبعا. وبالتالي كونسيدرد از ماتر. يبقى دي تاني فورم اوف ذا فورمز اوف ماتر. يبقى الفيرست وان از ميتال اتس اليمنت، سكند از ميكستشر، ثيرد كومباوند. وده هيبقى لنا شغل كبير عليه ان شاء الله في التشابتر ده. ايه حكايه الكومباوند؟ الكومباوند بنقول عليه كده ميكستشر بس بنسب ثابته. بنقول عليه كومباينيشن، كيميكال كومباينيشن بين تو ديفرنت اليمنتس اور مور باي فيكسد ريشيو. وده العالم اللي جاي بعد بويل هياكدها لنا في النظريه بتاعته. بمعنى ايه؟ عشان الناس كتير قوي مش فاهمه يعني ايه كومباوند. كومباوند بالعربي يقول لك مركب. كلمه مركب يعني انت ركبت حاجه مع حاجه. يعني ايه كومباوند؟ الكومباوند بالنسبه لك زي مثلا تعال ناخدها كمثال الووتر. الووتر السيمبل بتاعها كلنا حافظينه من ابتدائي H2O، يعني 2 هيدروجين 1 اكسجين. طيب الهيدروجين في حد ذاته لو لوحده از اليمنت، الهيدروجين ماله؟ بيرن ان بوب ساوند، بيشتعل بفرقعه رهيبه بوب ساوند. الاكسجين هيلب ان بيرنينج، بيساعد على الاشتعال. يعني ده بيشتعل وده بيساعد على الاشتعال. لو انت حضرتك حطيت الاثنين مع بعض باي ريشيو 2 تو 1، 2 هيدروجين تو 1 اكسجين، يعني ايه 2 تو 1 يا مستر؟ يعني جبت مثلا 50 كيوبيك سنتيمتر فروم هيدروجين جاز ميكسد ويز 25 كيوبيك سنتيمتر فروم اكسجين جاز. ده معنى كلمه 2 تو 1. وحافظت على الكونديشنز اوف رياكشنز بينهم، هيطلع لك الووتر اللي انت بتستعمل بيها بتستخدمها في اطفاء الحرائق. يبقى هنا البروبرتيز اوف كومباوندز مالها ديفينيتلي ديفرنت فروم ذا بروبرتيز اوف اليمنتس ويتش انتر ذيس كومباوند. اوكي؟ يبقى احنا كده وصلنا لغايه بويل، ولا ان بويل اتكلم عن الاليمنتس وخدنا الفورمز اوف ماتر اللي احنا بنتكلم فيها. بعد بويل مخلص الديفينيشنز بتاعه كنا خلص لغينا بقى افكار ارسطوطل تماما. جه بعديه السير جون دالتون. دالتون بنعتبره كده فيرست ساينتست، ادانا موديل على اسس تجريبيه، يعني جرب عمل تجارب وبعد ما عمل الاكسبيرمنتس بتاعته ادانا موديلز مع بعض. طيب المودلز بتاعه دالتون او الموديل نفسها بتاع دالتون قال فيها ايه او اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن اربع حاجات. اول واحده اتكلم عن الماتر. اوكي؟ قال consists of tiny particles called atoms. يبقى كده دالتون اتفق مع مين من اللي قبله؟
كده اتفق مع ديموكريتس اللي هو الفلاسفة الإغريق. اوكي طيب ده بالنسبة للماتر. تعالى للي بعدها اتكلم عن الاتوم. قال يعني الاتوم، قال الاتوم is the smallest part of matter، وقال عليها كلمة جميلة جدا، قال solid rigid. يعني ايه؟ undividable فعلا، ما بتتقسمش. وsolid rigid يعني ايه solid rigid ويعني ايه solid hollow؟ ده بقى اللي نأسسك فيه شوية عشان تفهم كل التجارب اللي جاي شغالة على ايه. لو انا مسكت الكرة اللي بنلعب بيها في البيت، solid ولا liquid ولا جاز؟ لا، الكرة بالنسبة لي من الخارج solid. طيب جواها ايه؟ هتقولي جواها هوا. طيب لو انا مسكت الكرة بتاع البلياردو، مسكت البلية، كرة الجولف، جواها ايه؟ هوا؟ هتقولي لا طبعا. طب هي solid؟ هتقولي solid. بس في عندك هنا كده نوعين من السوليد. في حاجة اسمها solid hollow، من جوه فاضي، من الخارج صلب ومن جوه فاضي. وفي حاجة اسمها solid rigid. solid rigid او hard بيتقال عليها ان هي مصمتة. يعني ايه مصمتة؟ يعني مليانة من جوه، مفيش هوا فيها، محشية بمعنى اصح. اوكي طيب دالتون قال ايه؟ قال لا، هي من جوه solid rigid. يمكن دي الغلطة اللي وقع فيها. يبقى احنا كبداية اتكلم عن الماتر واتفق فيها مع ديموكريتس، بعدين اتكلم عن الاتومز وقال undividable فعلا وسوليد ريجيد، زي عاملة زي كورة ايه؟ قال كورة البلياردو. اتكلم تالت حاجة عن الاليمنت. قال ايه؟ element consists of similar atoms. ماشي، يعني متشابهين. طب ما بويل قال كده، يبقى هو جمع في الموديل ده افكار اللي قبليه، يبقى كده هو اتفق مع بويل في الحتة دي. واضح؟ طيب consists of similar atoms، وقال بقى ايه؟ Atoms of an element is different from the other. يعني ما بينهم ومن بعض هما متشابهين، similar، إنما يختلفوا تماما عن structure بتاع atoms of other elements. elements يعني ما يتشابهوش معاه، تختلف، كل واحد مستقل، وإلا كانوا دوني نفس الخواص. يبقى الاختلاف في البناء يؤدي الاختلاف في الخواص. وجي في الاخر ختمها بالكومباوند. اوكي قال ايه بقى في الكومباوند بتاعه؟ قال ان elements can be combined together to form a compound but fixed ratio. يعني combination بينهم لازم يتم بالفيكسد ايه؟ ratio. تعال نشوف الكلام كده في سامري بسيط على اللاب ونعلق عليه، وبعدين نكمل حوارنا عن الستراكشر اوف اتوم اللي بدأناه. اول حاجة نشوفها مع بعض هنا دلوقتي، عنوان الشابتر بتاعك Structure of Atom. بدايتك بيتكلم عن Greek philosophers، بيقول فيه They imagined that the possibility of dividing any piece of matter to smaller parts, then dividing those parts into smaller parts and so on until we reach an undividable fragment. خلي بالك undividable fragment اللي بيتكلم عنها يعني جزء بسيط صغير، fragment بنسميه كده في اللغة العربية شظية، يعني حاجة صغيرة قوي. undividable fragments called ايه؟ called atoms. اتفقنا؟ the name this fragment an atom in Greek language a means no, tom means divided. بعد ال Greek philosophers جي Aristotle وقال التالي. أرسطوتل قال ايه؟ أرسطوتل اتكلم زي ما قلنا على الفور كومبوننتس اللي هي فاير وداست ووتر واير. طب تعالى كده نشوفهم على اللاب بيتكلم فيهم ازاي. اول شيء بيقول هي ريفيوز ذا كونسبت اوف اتوم، يعني رفض فكره الاتوم تماما، يعني الماتر دي ما تتجزقش معاك، لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها صغيره وان انا اجمعهم مع بعض يكون لي كائن ويكون، لا لا لا، الكلام ده مش مظبوط، ده حسب افكاره. The concept of atom and believed that all matters, whatever their nature is, composed of four components. They are water, air, dust, fire. ودي بنجمعها في كلمة اللي هي كلمة فدوة زي ما انت شايفها كده قدام عينيك. F-E-D-W-O. Fire on abbreviation اختصار F والD dust والW water والA للAir.
بس هنعلق على حته بسيطه هنا كلمه their nature. تعالى كده نشرحها مع بعض. كلمه their nature معناها الاصل اللي انا فهمته لك من شويه. their nature اصل الحيوي والاصل المعدني. يعني الراجل ده لما جه يتكلم ساعتها واحنا بنعيدها المره الثانيه، ما هموش الليفنج اورجانيزمز والنون ليفنج اورجانيزمز، لا هو فكر فلسفي واحد ان كله مكون من الاربعه دول. طبعا الكلام ده قلنا طلع كله غلط. تعال نشوف بعد كده هنكمل على اللاب الجزء بتاع العالم اللي وراه. العالم اللي جه وراه اسمه بويل. بويل هنقول فيه كالتالي. بويل قال ايه؟ اولا قلنا the Irish scientist Boyle in 1661 refused the idea of Aristotle، يعني رفض فكرة أرسطوطل بالمرة. We give the first definition of the elements. طب ايه ال elements؟ نشوفها كده مع بعض. بيقول فيها element is a pure simple substance، مادة نقية، that can't be changed into simpler form by the traditional chemical method. طيب نقف عند الحتة دي كده شوية ونشرحها لك ونفهمك الجزئية دي بتقول ايه. احنا اتفقنا pure simple substance مادة نقية، ماشي. ما ينفعش تحول المادة أبسط منها، يعني من الحديد ما ينفعش أجيب الذهب، وعشان كده بيلغي فكرة أرسطوطل. الحتة الأخيرة دايما بنسأل فيها، بيقول by traditional chemical methods. إيه المقصود بده؟ طرق تحليلية كيميائية تقليدية. بمعنى إيه؟ زمان طرق التحليل الكيميائي كان بيسخن، كان بيبخر، كان بيعمل ترسيب، كان بيعمل هي البريسبيتيشن والفلتريشن والحاجات دي كلها، ده اسمه traditional. يعني الحاجات ديت ما تحولش الالمنتس الالمنتس، لا ما تحولوش. طب المودرن ينفع؟ في النيوكليير رياكتور دلوقتي وده درستها في اولى ثانوي، بينفع احول الالمنتس الالمنتس باي بومباردنج، عمليه القصف بتوع النيوكليوس. تضرب نيوكليوس ببروجكتايل معين بسرعه معينه، بيحصل لها الفيجن، بيديك تو نيو اليمنتس. ليه؟ انت غيرت عدد البروتونز اللي جوه. واضحه؟ يبقى كلمة traditional chemical methods اللي هي المقصود بيها في المعامل الحاجات البسيطة اللي كنا متعودين عليها، إنما علميا حاليا لا، بيتم تحويل elements من بعضها البعض. طب واحد يقول لي هنا مش ممكن يحولوا أي حاجة بقى للذهب والدنيا تغلى معانا، الدنيا تبقى حلوة، يبقى في ذهب كتير. حصل، بس تكلفة التحويل وخاصة اللي هو استعمله الميركوري، لأن الذهب الاتوميك نمبر بتاعه 79، الميركوري 80. فقالك لو انا قدرت اشيل الواحد الزياده ده انا اقدر احول الميركوري لجولد. عشان يشيل البروتون الزياده ده الجولد الناتج كميته في التكلفه اقل بكتير بكتير من التكلفه اللي حصلت في النيوكليير رياكتور، فصرفوا النظر عن الموضوع ده عشان السؤال ده اتسالناه كتير. طيب نرجع لللاب ونكمل الجزء بتاعنا. بعد بويل جانا العالم ساينتست دالتون. دالتون قال ايه؟ شوف كده مع بعض على اللاب. اول شيء اتكلم على بوديل. طيب دالتون بيقول كالتالي: At the beginning of the 19th century the English scientist John Dalton carried out many experiments and stated the first theory about the atomic structure. يبقى لما يجي يسألك هنا مين الفيرست ساينتست اللي ادانا موديل على اسس اكسبيرمنتال، ذيس از دالتون. طيب اتكلم فيها قال ايه؟ تعالى نشوف مع بعض قال ايه كده. اول حاجه بيقول: واحد، The matter is composed of very minute particles which are named atoms. وده كده قلنا فكر ديموكريتس. اوكي. 2، Atom is solid part and undividable. وده اللي احنا اتفقنا عليه ان هو solid rigid. يعني خلي بالك بالفرق solid rigid، قلنا عامله زي كره البلياردو بالنسبه لي. Third, the atoms of each element are different from the atoms of any other elements. واحنا شرحناها بالتفصيل، والا كان يبقى الاصل ما دام الاصل واحد يبقى انا عندي الخواص كلها البروبرتيز بتاعت each element شبه بعضيهم. Fourth and the last one in the model اتكلم فيها عن ال compounds. Elements combined together to form a compound by fixed E ratio، واستعرضناه بالتفصيل. بنهاية دالتونز
اتوميك ثيوري، بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا الاولى مع الاتوميك ستراكشر. ان شاء الله نشوف الحلقه الجايه مع الاستاذه هبه. شكرا جدا استاذ محمد، وبجد يعني ربنا يوفقك دايما، ويا رب ان شاء الله النهارده كل طلابنا وطالباتنا طلاب الصف الثاني ثانوي يكونوا استمتعوا بالحلقه واستفادوا من حضرتك باذن الله، ونكمل بقيه سلسله حلقاتنا ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. شكرا جدا. بنشكر الاستاذ محمد حامد، معلم خبير ماده الكيمياء لغات بوزاره التربيه والتعليم. شفنا مع حضراتكم النهارده اول حلقاتنا، واتكلمنا فيها عن شابتر 1 اتوميك ستراكشر، وهنكمل مع حضراتكم ان شاء الله في حلقاتنا القادمه. كل توفيق ونجاح لطلابنا وطالباتنا، ووعد بلقاء جديد وحلقه